بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة أصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا
إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما يدخل من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر فلهم أجر فلهم أجر فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم مبارك ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفی تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق.